تعاوناً مع المبادرات والأعمال الخيرية في الدولة، نظمت مدرسة الديد الثانوية للبنين مبادرة خيرة أو خيرية تحت شعار صحتك مع عون. تلخصت فكرتها في إقامة عيادة طبية مؤقتة لمحدودي الدخل مكونة من 5 أطباء متخصصين بعدة تخصصات طبية، وذلك برعاية الهلال الأحمر الطلابي وجمعية الشارقة الخيرية وأيضا غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإشراف منطقة الشارقة التعليمية. عن هذه المبادرة يسرنا الترحيب بالأستاذ تاج الدين أحمد أبو حاتم، مدرس في ثانوية الديد. مساء الخير أستاذ. وايضا الدكتور نور الدين عثمان اخصائي اطفال. مساء الخير دكتور. مساء الخير، حياك الله ويانا. في البدايه كل الشكر لكم على هذه المبادره الطيبه، حياكم الله، ان يكون في هناك عياده او خلينا نقول مشفى مصغر لمحدودي الدخل. مثل ما تكلمنا تحت الهواء ان المبادره هذه موجهه الى الجميع من جاليات عربية على أرض الدولة وأيضا مواطنين من مواطني الدولة. خلينا نتكلم في البداية أستاذي، خبرنا عن المبادرة هذه، ليش سويتوها؟ سوينا انطلاقا، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، انطلاقا من محبة شعب الإمارات وشيوخها يعني المقيمين فيها وحب الخير. نعم. أردنا أن يعني نبادر بعمل تطوعي خيري يكون لنا دور إيجابي في هذا العمل. نعم. فارتأينا نحن طلاب ثانوية الديد مع الإدارة مشكورة لأن نقوم بعمل تطوعي، واخترنا طبعا بالتواصل مع هيئة الهلال الأحمر الطلابي أن نقوم بإعداد عيادة طبية مجانية نخدم هؤلاء الذين لا يستطيعون الذهاب إلى العيادات الخاصة أو أماكن أخرى، وبذلك يعني نساعدهم في صرف أيضا بعض الوصفات الطبية ندفع نحن ايضا ساعدين. يعني انتم الرساله هذه او الخدمه هذه موجهه الى اهالي مدينه الديد، المنطقه الوسطى كل منطقة مفتوح، حتى مفتوح على اي عرب واجانب المقيمين في هذه. احنا سوينا الاعلان مفتوح لكل الناس، يعني عصرنا يعني قمنا باعلانات كبيره مميزه، قلنا احنا لجميع لكافه الناس لكافه يعني الجنسيات لكافه المقيمين في الدوله. وفي حال الادويه انتم تساعدونهم ايضا بجزء. نعم نعم، قمنا بصرف عدد كبير من الوصفات الطبيه ساعدنا وحتى وجهنا، يعني ما قصرنا ان شاء الله تعالى، ونحن ان شاء الله بنحسبها بميزان حسنات اللي شاركونا في العمل الخيري هذا. العياده هذه اصلا موجوده في المدرسه؟ نعم، يعني في كل مدرسه فيها عياده طبيه مصغره للطلاب. طبيعي. فنحن استثمرناها بحيث انه تواصلنا مع اطباء في الديد في مشفى الديد وجاوبوا معنا مشكورين من مختلف الاختصاصات ما شاء الله، حتى في طبيب من خارج المشفى شارك معنا جزاه الله خير الدكتور صبغة الله صديق، كذلك الدكاترة من مختلف الاختصاصات الدكتور نور الدين عثمان اختصاص أطفال، وعند الدكتور كمان صلاح الدين بني أطفال. لموضوع الدكاترة، ولكن الـ 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 الأجهزة الموجودة في العيادة عادة في المدارس تكون أجهزة يعني خلينا نقول أساسية وال نعم. يعني نعم تكون نعم. يعني خلينا نقول تمشي الحال الى نعم. اذا الامر يحتاج تتحول المستشفى. نعم نعم. بالنسبه للاجهزه هل زدتم الاجهزه ولا اعتمدتم نعم على الاجهزه؟ نعم نعم، كان الطبيب المختص اذا كان يحتاج يعني بعض الوسائل الطبيه اللي يستخدمها كان يجيبها معاه مشكور، وما قصرنا. مثل الدكتور العظام استاذ الدكتور عصام حزين. نعم. حزين دكتور نور، حضرتك اخصائي اطفال. نعم. طبيب اطفال، تقريبا انا ذكرت ان هناك في 5 أطباء موجودين، شو التخصصات الموجوده دكتور؟ بالبدايه احب اتشكر جميع الشيوخ في الامارات الحبيبه بسبب دعمهم والمستمر والعطاء لجميع المجالات وخاصه في المجالات الطبيه داخل الامارات وخارج الامارات، وبحبا لهذه المبادرات بادرنا في مشاركه طوعية وبشكل مستمر إذا الله أراد حنكرر الموضوع بشكل دائم. قمنا بمبادرة مع المدرسة الزيت بأنه نشارك عدد 5 من الأطباء باختصاصات التالية: طبيب أطفال عدد 2، طب يعني في طبيب أطفال غير حضرتك؟ نعم، في طبيب أطفال عدد 2، احنا طبيب عظمية، طبيب طب طوارئ، طبيب باطني، وطبيب طوارئ اللي هي الحوادث. يعني حوادث. نعم نحن نعم. شاركنا بكافة الاختصاصات الموجودة. إذا باطني وطوارئ وأطفال وعظام. عظام. نعم. فحصنت طبعا المرضى الذي زارونا كانوا من الطلاب المقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين من منطقة الوسطى كافة، ليس بمنطقة الزيت فقط. حاولنا أنه نبحث عن الحالات الحادة التي يشتكي منها المريض. نعم. أو الطالب، والحالات اللي
كشفناها عن طريق الصدفة. طبعا عن طريق الصدفة، عن طريق الصدفة في بعض الحالات كشفنا ارتفاع ضغط الدم. هو ما كان يعرف، ما بيعرف المريض، بس عنده أعراض بس بسيطة، بس ما حس انه هو مشكلة الضغط. تم متابعة الحالة وعطينا البعض النصائح والمتابعة فيما بعد. طبعا بالإضافة للموضوع المجال هذا، كنا إذا كشفنا بعض الحالات المرضية اللي تحتاج إلى اختصاصات فرعية، كنا نقوم بتسجيل أسماء المرضى وعطائهم النصائح والتوجيه للمركز التخصصي لهم. نعم. بالنسبة لنا يعني الحمد لله نحاول نقدم المزيد من عدد الأطباء والاختصاصات الفرعية الثانية في مجالنا، وكنا نقوم بأخذ أجهزة معنا. نعم. نعم. معنا التي يخص في مجال كل اختصاص. العيادة في المدرسة بطبيعة الحال. طيب الأوقات اللي أنتم فاتحين لها، فاتحين المجال لكافة المتواجدين أو الناس اللي عايشين في المنطقة الوسطى. نعم. يعني إحنا نظمنا جدول دوري الأطباء، يعني دكتور نور الدين بداهم في يوم كذا ويوم كذا، دكتور تاني كل تخصص له يوم واحد في الأسبوع، ممكن يضيفوا يومين إيه، وأحيانا بيكون أكثر من دكتور في العيادة بعد اليوم الدراسي. أثناء اليوم الدراسي، عفوا، أثناء اليوم الدراسي حاشرة نحسن نخدم كمان طلاب مدرستنا، لأنهم الآن يعني هم ما شاء الله العيادة على طول اليوم الدراسي مشغول. نعم نعم، موجودين في العيادة المدرسية نحن، عشان لو حدث أي شيء في المدرسة الطلاب وكذا الآخرية، فممكن في طلاب كانوا عم بيلعبوا رياضة ويطيحوا ولا شيء، فنحن ما نقصر يعني. طيب نحن أستاذ ودكتور إذا سمحتوا لي نحن بنروح لتقرير عن هذه العيادة، برد إن شاء الله نستكمل أكثر، نتحدث أكثر عن عيادتكم إن شاء الله. بارك الله فيك. مشكلة. إن مساعدة الأشقاء والأصدقاء واجب إنساني، وواجب على الصديق أن يقضي حاجة صديقه المحتاج، وإن الخالق عز وجل وضع في الشرائع السماوية قواعد للإنسان ليكون في عون أخيه، وأهم هذه القواعد الرحمة والتكافل بين البشر. أقوال المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كانت زاد أجيال جماعة الهلال الأحمر الطلابي في ثانوية الذيد، ودافعهم لخوض مضمار العمل التطوعي ليطلقوا من خلالها فكرة مبادرتهم الإنسانية الخيرية صحتك مع عون. جاتنا الفكرة على أساس أنه هناك عندنا بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الدخل المحدود، سواء من المواطنين أو المقيمين، فنكون احنا في خدمتهم كمدرسة تعتبر شريكة للمجتمع. لهذا أطلقنا مبادرة صحتك مع عون، واتفقنا اتفاقيات كذلك مع مستشفى الذيد، مع وزارة التربية والتعليم كمراسلات مخاطبة للفكرة، وتمت الموافقة من قبلهم ومن قبل الإدارات الموجودة، ومن ثم أطلقنا هذه المبادرة لتحقيق الأهداف هي اللي هي مساعدة المحتاجين، لتخرج من قلب بيئتهم المدرسية مستهدفة كافة شرائح المجتمع بإنشاء عيادة طبية مجانية في المدرسة تقدم الرعاية الصحية المتخصصة لطلاب المدرسة وأولياء الأمور وكافة فئات المجتمع المحلي المحيط في مدينة الذيد، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة لتحقيق ذلك. دوري أن يوزع الطلاب كل واحد ومكانه، كل واحد يعرف شغلته، مثلا بينا مريض خلي واحد طلاب يستقبله والدكتور يكشف عليه داخل، وكل واحد منا يعرف شغلته شو دوره في الموضوع. العلاج من الأدمة هون للمرضى هني عبارة عن علاج تشخيصي، استقصاءات مخبرية، وصف الأدوية إذا في حال المريض كان بحاجة لتحويل لمستشفى تاني طبعا أو لمركز تخصصي تاني، بنقدر نكتشف هالشيء بشكل مبكر، خصوصا الأمراض اللي حاليا ساري في المجتمع، الأمراض الفيروسية، نزلات البرد والشتوية، طبعا هاي كلها شائعة هون بهالمنطقة. في معدل كويس، يعني نقدر نقول مبدئيا يعني في اليوم كان حوالي من 5 إلى 10 حالات، ده مبدئيا يوميا. الحالات كلها تخصني انا كتخصصي، الم في المفاصل، اصابات مثلا، اصابات خفيفه طبعا هي اللي موجوده هنا عنا في المدرسه، طبعا الاصابات الثانيه الكبيره بتكون على المستشفى على طول. صحتك مع عون بعيادتها الصحيه المجانيه مبادره انسانيه بامتياز، حظت بتكاتف وتعاون جميع المشاركين فيها من الأطباء المتخصصين المتطوعين وكافة القائمين المساهمين بالأعمال المختلفة، إلى جانب الدور الحيوي لأبنائنا الطلبة من جماعة الهلال الأحمر الطلابي. صراحة أنا شفت الإعلان وجيت هنا اليوم، لكان أول مرة،
فالحمد لله الطبيب ما قصر الدكتور فقام بالواجب وكتب لنا العلاجات والحمد لله مبادرة حلوة وسمحة من كل النواحي مجاني أخصائيين ممتازين فمن كل النواحي الحاجة كويس يعني. اليوم رحت على أمي عشان كان عندي وجع عشان عندي ألم في البطن. والله كنت تعبان حاسس أمري تعبان داخل أندرسة بدال يعني ما أوفر جهد يعني وأصير مركز صحي وأصير أي مكان هني موجودين بدال ما أضيع دروس وأنشطة عندي في أندرسة جيت هني كشفت وخلصت أموري الحمد لله. العيادة المجانية في صحتك مع عون مبادرة تطوعية تغرس مفاهيم العمل التطوعي في سلوك الطلاب وتعزز التطوع ودوره الريادي في دعم التنمية الوطنية وخدمة وإغاثة الإنسان في كل مكان. حياكم الله من جديد متواصلين وياكم. نرد طبعا مرة ثانية للأستاذ الدكتور نور. يمكن من الأشياء اللي لفتت انتباهي في التقرير وجود سيدة نعم وجود طفلة إذن نعم. المجال مفتوح للإناث عام وللذكور عام. نعم نعم موضوع عام بمختلف الأعمار مختلف الأعمار طيب. الجنسين الأوقات حسب ما جاء في التقرير إنها من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا نعم يوميا نعم. طيب والطلاب الموجودين المتعاونين نعم هذه نعم. من طلاب المدرسة من مدارس أخرى من مدرستنا فقط من مدرسة نعم مدرسة. كيف تم التنسيق نعم. إن هذه الطلاب نعم. يتطوعون في نعم. وقت الدراسة نعم وكيف تم التنسيق أيضا نعم. إن بدخول ناس لا ينتمون للمدرسة نعم. من سيدات من رجال نعم. من طلاب أو ناس ثانيين يدخلون نعم. المدرسة كيف تم التنسيق في هذا نعم عفوا نحن بالإعلان حاطين للتواصل رقم هاتفي موجود اللي بده يجي بده يتصل فيني عشان يعرف الوقت والدكتور تمام يعني جاي بموعد لك جاي بموعد هم احنا عارفين شو اللي جايينا عشان شو احنا منظمين الامور بحيث انه مثلا قالوا دكتور العظميه متى موجود اليوم موجود من الساعه كذا للساعه كذا ما نخبرهم تكتبون ايه. اسمه نعم وبيجوا كله موثق عند منا يعني ما شاء الله حتى لما في نساء ولا في فهو ما يعني العياده شبه معزوله يعني بالنسبه يعني ما في يدخل للمدرسه تمام. على اليمين يعني العكس في اريحيه تمام ما في اي حرج لان تعرف انت المدرسه او 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 المؤسسه نعم. او الحرم المدرسه ومن هذا نعم. له حرمته نعم. لي طبعا لي لا لا ما يدخلون داخل الصفوف للطلاب لا لا ما يدخلون داخل ما يدخلون داخل اصلا الطلاب ما يعرفون انه من عم يدخل يعني الا الطلاب اللي مشاركين معنا نعم عم ننظم الامن العمل بحيث انه يكون ناجح 100% وفعلا احنا الحمد لله حققنا يعني شيء يعني احنا مرتاحين جدا له صراحة. دكتور في حال صرف الادويه نفترض انا جيت عندك وكنت احتاج دواء تعطيني الروشتة او الوصفه الطبيه الوصفه الطبيه وبعدين الوصفه الطبيه طبعا الى 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 خاصيه سجل صحتك معون وموقعه ومختومه من طرف الطبيب يعني كل شيء حتى المبادره لها اوراقها أيوة. ولا كل شيء وبتاريخ محدد إيه؟ هل بياخذ المريض تمام. الى في متعاملين مع صيدليه مجانيه بصرف الدواء لهذا مجانيه للمرضى للمرضى نعم. لكن انتم فيها بعد اللي نحن بنحولهم يعني تمام بالطريق عن طريق الوصفه الطبيه النظاميه اللي مسجل تحت الاسم صحتك معهم والمريض بياخذ معالجته حسب حاله المريض جميل طبعا في بعض المرضى اللي يحتاجوا لتحاليل واجراءات اختصاصات فرعيه اللي كشفنا حالات محدده نعم كنا نحاول نعطيهم النصائح والارشادات انه يتابعوا وحتى عن طريق انه عن طريق الموبايلات اللي نحن اعطيناهم انه نحن نوجه الاهل انه يطلع على مركز ما صحي او مشفى متخصص. تخصصي مشان نعم. حاله المريض وكنا متعاونين بطريقه انه المريض يفهم لابسط الحاله عنده اياه بطريقة مبسطة هل من حالات فعلا كانت حالات جادة فعلا وكان صاحبها ما كان يعرف عنها سواء في كان في الباطني في العظام في نعم. في حالات بكل اختصاصات كان في حالات عن طريق الصدفة بيصدف نحن وفي حالات من الأمراض الشائعة طبعا المنطقة تعاني من بعض الحالات التحسس الصدري اللي هي كنا عم نشوف كثير حالات منهم بالعيادة الخاصة وركزنا على الموضوع الأمراض التحسسية الصدرية لأنه هي مرض شائع وملاقينا نسبة كبيرة من الأطفال والشباب المصابين معالجات ناقصة في عندهم عدم المتابعة حاولنا نوجه المرضى والأهالي للمتابعة إلى الاختصاصات الفرعية أو اختصاصات طبيب الأطفال اللي نعم
بحسب أمر المريض. أستاذ تفضل سعدي. تعقيبا على كلامه في يعني كان الدكتور عصام حزين أخصائي عظام أحد المراجعين كان ولد عمره حوالي 14 سنة على طالب أساس عندكم؟ لا مش طالب عندنا طالب من برا جاي منا من برا على أساس أنه في عنده إصابة في الركبة. جميل. بعد ما فحصوا في الركبة انتبه على أنه في شيء في مش طبيعي يعني عمره 14 سنة وأهله ما بيعرفوا فأوقفوا ونظر أنه في عنده حالة يعني صحية بدأ علاج فوصف له عداء طبي عنده تسطح في الأرجل والتقوس القدم؟ إيه بالقدم والتقوس يعني هذا الأمر يعني أسعد أمه جدا قالت أنا ما أعرف يعني لو كان بجوز يبقى هال وزينكم تلاحقتوا الولد بعد 14 سنة صغير يعني بالضبط حتى الدكتور حيتابع الموضوع يعني هو شخصيا جزاه الله خير صعب طيب. خير وبارك الله فيه يعني هاي شغلة ملفتة أستاذ تاج ودكتور نور سؤالي حضراتكم المبادرة هذه تستمر اليوم كان آخر يوم والله نحن لا الأحد إن شاء الله تعالى الأحد يعني بعد بكرة أو عفوا بعد يومين بعد يومين طيب نحن كان بقانا من بداية الشهر عم نشتغل فيها أكثر من بداية الشهر هذه لأول مرة تقام وأنتم كتجربة أو كأول مبادرة كانت شهر طيب لو ناس جوكم بعد انتهاء المبادرة شو تصرفوا ياهم بما أن محدودي الدخل وأنت تعرف ممكن عرف متأخر ممكن سبحان الله ما كان عنده علم يعني ونحن والله أنا يعني بكل صدر رحب ودي أن نكون هنا يعني من خلال هالمنبر الطيب انه يكون صوتنا اعلى واعلى إن شاء الله ونوصل إن شاء الله للناس بارك الله فيك طبعا احنا لما كانت تجينا حالات يعني في طارئه تقريبا بالطبيب المقيم مش اختصاصه كنا نتصل بالطبيب الاختصاص وفعلا جزاهم الله خير ما كانوا ابدا يقصروا ما قصروا نهائيا الاطباء هذول احنا بنشكرهم عبر اذاعه تلفزيون الشارقه شكر جزيل جدا من اعماقنا انه تعاونوا معنا حتى باوقات يعني استراحتهم باوقات يعني عدم دوامهم جزاهم الله خير ما قصروا يعني فنحن ممنونين لهم كمان ونشكرهم باسمنا واسمكم باسم الكل يعني في مجال نعم بارك الله فيهم ان شاء الله تعالى هم طلبوا كمان حتى في ناس طلبت منا انه كمان لو في مسائي كمان مساعدين حتى ممرضين الله يريت والله يا ريت العمل هذا يعني نابع من قلوبنا من الخير وعطاء لهالبلد الطيب هذه وابناء واهل الكرم واهل اللي علمونا الكرم هل من تبرعات ماديه وصلتكم نعم نعم هناك فاعلي خير تبرعوا وانجحوا المشروع ما شاء الله ونتمنى يكون على مستوى يعني أكثر من في حال رغبة حد للتبرع نعم. هل التواصل مع إدارة المدرسة جاهزين أنا مع مدير المدرسة التواصل مدير المدرسة وأي واحد من المشاركين يعني جاهزين حتى الطلاب مستعدين نعم حتى الطلاب مستعدين وحتى منهم حتى في ناس منهم جابت أدوية يعني في ناس من الطلاب من ناس من العامة اللي خبروا بالموضوع عرضوا علينا أدوية يعطونا أدوية جزاهم الله خير دكتور كدعم لوجستي هذا سؤالي الأخير لحضرتك كدعم لوجستي هل من أدوات أو من أجهزة طبية تحتاجونها أكثر في العيادة حاليا الأجهزة الموجودة كافية بحد لحالات العام شوفها إلى حد ما نعم بس إذا بدنا نحن إذا في عنا حالات اختصاصية يفضل إحالته إلى مركز تخصصي ما لأنه حتى لو عنا الأجهزة المتخصصة حيكون حالات عدد قليل في عنا حالات ممكن نتابعها بالعيادة بالمركز نفسه وفي حالات بنعمل لهم إحالة مع متابعة بشكل دوري للمريض وحاليا إن شاء الله راح نكون مستمرين في العطاء بما أنه عطاء الدولة والشيوخ موجودين نحن راح نستمر في العطاء وإن شاء الله المتابعة وتكرار المشاركة في تطوع طبي وغير طبي إن شاء الله أنا أرجو من الله أن باقي المدارس في الدولة تحذو حذوكم إن شاء الله في هالمبادرة الطيبة وإن شاء الله اللي يبدأ دائما رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة نعم. وإن شاء الله المبادرة هذه إن شاء الله إن شاء الله تكون فاتحة خير على الجميع إن شاء الله فيكم. دكتور نور استاذ شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله مبادراتكم تكون في ميزان حسنات شكرا جزيلا للإذاعة شكرا جزيلا شكرا شكرا لشيوخنا اللي علمونا الكرم الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا ونرجو إن شاء الله تكرر العملية أكثر من مرة إن شاء الله إن شاء الله شكرا